امتى ممكن يترفض طلب المواطن يا دكتور؟ وامتى ممكن يترفض بس يبقى فيه لسه يعني مجال ان احنا لا نشوف ايه الشروط اللي هو ما كانش مطابق ليها ونحاول نظبطها معاه؟ استاذن حضرتك بس ناخد الاجابه على هذا السؤال، لسه من النشره مش دلوقتي. طيب ممكن نجاوب دلوقتي بعد اذن حضرتك على هذا السؤال، ايه امتى ممكن يترفض طلب المواطن وممكن نعمل ايه عشان نحاول نهيئ له الظروف المناسبه؟ بالفعل المواطن واجهتنا العديد من المشاكل اللي كانت بتؤدي لرفضه، لكن في البدايه اولا الرفض الاساسي بيكون ان المواطن اذا دخل ببيانات غير مطابقه للشروط المطلوبه فبيترفض من البدايه، كانه تزوير بالظبط. بيترفض من البدايه، بيقول له بياناتك غير صحيحه، يصححها ويرجع يسجل تاني. ولكن اذا المواطن قبلت بياناته ودخل والشروط، هناك بعض الرفض بيتم في بعض المراحل منها خاصه المرحله البنكيه. اولا ليه؟ لان البنك بيقوم باستعلام ميداني واستعلام ائتماني، بمعنى انه بيقوم الاول بيشوف السيره الذاتيه للمواطن داخل الجهاز المصرفي، اذا كان ليه مشاكل سابقه، اذا كان لسه عنده امور ائتمانيه معلقه، فبيتم الرفض لهذا الحين تصحيح هذا الامر. او انه يقوم باستعلام ائتماني للمواطن، الاستعلام الائتماني بيتم على مقر سكنه او مقر عمله، وبالتالي اذا كان هناك اي مخالفه في هذا الامر ايضا بيتم الرفض لحين انه برضه يعدل هذا الامر. بعض الامور كان بيترفض ليها الاول. لا معلش لحظه واحده، يعني لو المواطن قدم معلومات مغلوطه وتم الاستعلام عنه سواء الائتماني او مكانه او مكان سكنه او ما الى ذلك، فتم رفض طلبه، لو عدل البيانات دي وقدم المعلومات الصحيحه مش المغلوطه هيتقبل؟ بيعاد ان هو يقدم تاني من حقه ويسجل تاني، ما بيتحطش بلاك ليست يعني؟ لا 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 لا، احنا بنقول له بس عندك يعني حاجه معينه خطا عدلها. اذا كان مثلا ممكن يكون البعض، واحنا دلوقتي برضه هنقول البعض كان مثلا عنوانه على الرقم القومي على عنوان سكن والده بينما هو سكن تزوج مثلا في مكان تاني، فبيجي يتم الاستعلام على المكان اللي على الرقم القومي ما بيكونش موجود، فبنقول له انت مش موجود في المكان، بيقول لا ده انا رحت المكان. اتحنا له على الموقع ان هو يرفع مستند جديد يدل على مقر سكنه الجديد، وبالتالي يعاد تقييمه مره ثانيه ويدخله في المشاركه. تمام، احنا لسه هنكمل مع حضرتك وعندنا لسه اسئله كثيره، لانه دي الحقيقه مبادره هايله. وببساطه شديده بنقول لحضراتكم اتشجع، ادخل على الموقع جو جرين، اكتب بياناتك الصحيحه المظبوطه وادخل في هذه المبادره، لان هي حقيقي محترمه جدا.